stranny! بالعكس حركة 20 فبراير يعني هي حركة مطلبية، حركة 20 فبراير وكنعرفوا أن جميع الحركات الاحتجاجية لا تنتهي إلا بتحقيق مطالبها. لحد الآن كان عندنا قناعة على أن لا شيء تغير ما بين 2011 وما بين 2016. جميع الأسباب اللي خلتنا أننا نخرجوا نهار 20 فبراير في 2011 هي نفس الأسباب. كنلاحظوا الآن هناك احتقان اجتماعي خطير، هناك تراجعات على المستوى السياسي وعلى المستوى الحقوقي، هناك انقلاب على مكتسبات حركة 20 فبراير. حركة 20 فبراير الآن يعني جاءت تدق ناقوس الخطر، يعني بحكم أنها هي ضمير المجتمع، على أننا لا يمكن أننا نحقق استقرار، لا يمكن تحقيق تنمية إلا بديمقراطية حقيقية. الحركة بغاو يقتلوها، وكاين تكالب ضد الحركة، وكاين واحد يعني تواضع ديال العديد الأطراف ضد الحركة، لكنها صامدة ومستمرة، والشعارات اللي رفعت مازال مطروحه، والمطالب اللي من اجلها خرجات مازال ما تحققتش. انا مواطنه مغربيه حره كتناصر قضايا ديال البلاد ديالها، لهذا السبب هو اللي خرجت. انا لا منسميه، لا انتمي لاي حزب ولا اي فصيل ولا اي حركه ولا اي جمعيه، فقط مواطنه غير على هذا البلد. يعني الشعارات ديال 20 فبراير كنعتبرها شعارات ديالي، محاربه الفساد والافساد، محاربه الاستبداد. نريد حريه وعداله وكرامه لجميع الشعب المغربي، نريد توزيع عادل للثروه. باسمي وباسم الاساتذه سد الخصص والتربيه غير النظاميه، نحن كاطور لقد تم تدريسنا في المدارس العموميه وفي المناطق النائيه، وبالتالي ان الدوله استعنت بنا بهذا الاطار، مع العلم ان قد السيد الوزير كيشهد على نفسه بان قدمنا خدمات جليله باثمان ضئيله جد ضئيله لا تتعدى 1800 درهم، والناس اشتغلوا خمس سنوات، سنتين سنه في القطاع في اطار سد الخصاص والتربيه غير النظاميه. لكن للاسف ما شفنا حتى شي مسؤول فاسد انه تم المساءله ديالو او تم المحاكمه ديال المتورطين، رغم كشف يعني باسمائهم يعني بمسائل ديالهم. ولهذا فعلا فصراحه من بين الامور اللي خرجتني اليوم هي مساله عزل القاضي الهيني من هذا المنبر. كنرفع القبعه تمجيدا للقاضي الهيني العافي في الشريف، وكنقول للوزير ديال العدل اللي عزلوا ان الحق لن يخرس في هذا البلد ما دام فيها شرفاء، ما دام فيها نزهاء. نحن لنا البقاء ولكم الفناء ايها الفاسدون. حركه 20 فبراير هي مستمره، حركه 20 فبراير هذاك الاستاذ المتدرب اللي كيخرج الشارع راه امتداد حركه 20 فبراير، هذاك المعطل اللي كيخرج امتداد حركه 20 فبراير. الان كنشوفوا كيفاش حركة فئوية، ولكن هي روح حركة 20 فبراير. حركة 20 فبراير كسرت هاجس الصمت في 2011. الآن كنشوفوا كيفاش ممكن على أننا نعاودوا نوحدوا هاد النضالات الفئوية تحت يافطة حركة 20 فبراير، وهذا مش ممكن. باقي لحد الآن ما واضحش الأمور، المهم عندنا اجتماعات في هاد الأيام القليلة المقبلة ونخرجوا بتصور.